أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سهى جندي خطوات وإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين المتواجدين خارج مصر. الإجراءات إجراءات بسيطة وسهلة. الأول، يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب منه. تاني حاجة، يقدم الناخب لرئيس اللجنة بطاقة رقم قومي صالحة أو غير صالحة، أو لو كان معاه جواز سفر مميكن وصالح. ساري الصلاحية للتحقق من شخص الناخب ومدى كونه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وكونه مصري الجنسية وله الحق في الانتخابات. تالت نقطة، يحصل الناخب على بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة. رابع نقطة، يتوجه ببطاقة الاقتراع إلى المكان المخصص للتصويت، ممكن يكون كابينة، ممكن يكون غرفة مغلقة، المهم ان هو يكون لي الحرية الشخصية في الانتخاب، ويكون ده يعني ايه بعيدا عن انظار الناس اللي هي حواليه.